شكرا لجيتهان تيبي وبرافو لميشيل رماح وابراهيم يلي غنى بالعربي وبالتركي كمان. جيتهان اهلا وسهلا فيك بلبنان. جيتهان ناسلسن جيتهان تشكرلر سن ناسلسن مرحبا. سألته لجيتهان كيفه بفتكر قال لي انه منيح. لاحظت الليلة انه في كمية ستات وصبايا بالجمهور معنا وورا الكواليس كمان، كنت محاط بالجنس اللطيف، بقى شو القصة؟ Onların sevgisi beni gerçekten çok mutlu etti. Oh. Okay. Sorry. It's okay. تفضل. Onların sevgisi beni gerçekten çok mutlu etti. Ben de şarkılarımı söyleyerek onları mutlu edeceğim. Ve bizi izleyen herkese yürek dolusu sevgilerimi gönderiyorum. هو بيشكر اهتمامكم كثير وفخور جدا وراح يعمل المستحيل ليخليكم مبسوطين ويقدم لكم اجمل الاغاني وبيوجه تحيه لكل اللي عم يحضرونا وين ما كانوا. Thank you very much. اهلا وسهلا فيك بلبنان. جيتهان تيبي. أكيد نحن والجمهور والمشاهدين كتير مبسوطين أنه رح يبقى معنا كل السهرة. وما تنسوا مشاهدينا أنه محمد سراج ونازم ويحيى بعدهم تحت الخطر وتصويتكم بيخلص واحد منهم. بريك لدقايق وبعده منكمل البرايم السادس. Yeah.
برافو لآيا. آيا عم بتقدم مستوى جيد بكل إيفال وكل برايم. هالشي عم بيخليها لحد هلا بعيدة عن كابوس التلاتة. وبكل برايم في مستوى متقدم بيساهموا بتحقيق أكتار. وبالمقدمة مخرج البرنامج سوني أهوجي. خلينا بهالوقت نرجع لأجواء الأكاديمية. بعد محمد باش انتخبوا الطلاب ديالا، وبعد ديالا انتخبوا ميشيل أزي يلي بتنتهي مهمته مبدئيا بالساعات المقبلة. وديالا يلي قامت بدورة مثل ما لازم ربحت هدية، وإذا أنتم نسيتوا الهدية بمرور الوقت نحن منسينا. من أسبوعين فازت ديالا بأكترية أصوات الطلاب ديالا، وهيك صارت أول فتاة تنتخب كمندوبة عن الطلاب. مع انتخاب ميشيل أزي ونهاية عهدها استلمت ديالا الجائزة الموعودة فيها، وهي تياب بتختارها بنفسها. دي أحلى هدية إجتني بحياتي، عن جد ميرسي، أنا كتير بحب الشغل. غادرت ديالا الأكاديمية نهار الثلاثة واتجهت صوب أسواق بيروت. أنا في الشارع، أنا شايفة العالم والسيارات. ديالا دورت، اختارت، جربت، احتارت، وبعد ساعات من القياسات وتجريب شو بيلبق لها وشو ما بيلبق لها، وبعد ما اختارت كمية هايلة من التياب حست ديالا بالإرهاق. وكانت الدنيا عتمت وصار لازم ترجع على البيت، عفوا على الأكاديمية. زملاء ديالا أعجبوا بالملابس الجديدة وباختياراتها. بيلبق لها تعرض تيابها وتتمايل بفرح وحماسة ما إلو مثيل. الحياة تسلم وتسليم. وقبل ما يسلم ميشيل أزي مسؤولياته لطالب منتخب، نستقبله مرة جديدة على المسرح كممثل للطلاب. ميشيل، مشوار ميشيل، شو اللي ما قدرت تعمله بهالاسبوعين؟ يعني ما قدرت نفس طلب واحد لاصحابي، هو انه جيب لهم البرايم نحضره، بس مش اكثر. جيب لهم شو؟ سلي البرايم نحضره. يحضروا البرايم الشباب. رولا، عندك شي ملاحظات؟ انا اول شيء بدي اقول له يعطي العافيه لميشيل، لانه اشتغل كثير بهالاسبوعين. وبدي اقول له شغله، انه اصحابه كلهم طالبوا انه نجدد له بعد اسبوع، لان في كثير اشياء بعد بده يعملها، بقى رح نجدد له بعد اسبوع لميشيل. بس كثير، بس ميشيل في بعد شغله، سمعني، في بعد شغله ميشيل. انت واصحابك، انا شفتكم انت تعذبت كثير، بس اصحابك ساعدوك كمان. خلينا نشوف سوا، عندكم هديه لكم شباب.